إلى أهلا بكم الفنان المصري سامح سريطي فاس المرميد أف بام المواجهة هو نجم في مصر وفي المغرب وفي غالبية البلاد العربية الجمهور يعرفه ويعرف كثيرا من أدواره رجل تلفزيون ومسرح وسينما، هو وكيل اول سابق للنقابه المهن التمثيليه في مصر. دعوني اربط الختم بالبدء، في السابق كنت اتوجس من بعض من ادواره، كنت اربط الشخص بالشخصيات وعبرت، استمعت احيانا لمداخلاته ورغم ذلك بقيت مصرا على ربط الشخص ببعض من شخصياته. مرت الايام والشهور والتقيت به في تطوان عندنا، وبدا شخص مختلفا عن شخصيته بدلي شخص لطيفا جدا وبدأت أتعاطف تدريجيا مع شخصيته ثم جاء اللقاء مؤخرا في مكناس وشاركنا في ندوة تخص الدراما وترسيخ قيم المواطنة قطعت قليل الشك المتبقي بيقين مفاده بان الرجل ملم بكثير من تفاصيل ومتقن لطرق الاشتغال على شخصياته الكثيره التي شاهدتها واشاهدها منذ سنوات تصالحت مع كثير من شخصياته باختصار احترم الفنان الذي يخلق لدي هذا التوجس الجميل والتوتر الهادف والارتباك الممتع احترم الفنان الذي يضع لنفسه خارطه طريق ويلتزم بها واحترم الانسان الفنان وطبعا الفنان الانسان باختصار احببت اكثر شخصياته في ليالي الحلميه واميره في عابدين في افلام مثل حين ميسره وملك اسكندريه من هذا الموعد مره روبرت دونيرو ومر ميشيل خليفي ومرت رجاء الجداوي ونادر لبكي ومحمود حميده واجانب اخرون وسيمر قريبا ميشيل ديدوك دوفيت صاحب اوسكار افضل فيلم تحريك قصير وصاحب الجائزه الكبرى لنظره مافي اليوم دعونا نمسح المجال للممثل والفنان وايضا النقابي او النقابي السابق سامح سريطي هنا هو ليس بالاجنبي على كل حال لانه يعرف المغرب جيدا ويزور المغرب كلما سنحت الفرصه نعبر للنقاش استاذ سامح سريطي مرحبا بك يا اهلا وسهلا اهلا بك في استوديو الاف بي ام في البلد اللي انت كتعرفو بشكل جيد كتعرفو مزيان ونتمنى ما نكونش طولت عليك في التقديم أه لا ده انا كنت عايزك تطول كمان ده <تكلم> بتشكر فيا فطول قول براحتك خد 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 لا يعني <تكلم> أه خد وقتك المقدمه أه انا يعني سعيد بها جدا انها يعني ايه طول ما الواحد بيحس انه مؤثر من خلال ادواره ده بيسعد الواحد قوي قوي اللي اثرت في واحد زيك المجال مجاله وانك انت جوه المطبخ وتاثرت بالادوار ده شيء طبعا سعيدني جدا البرنامج انت تعرف عليه الشيء القليل ولكن راح تعرف عليه الشيء كثير الان وبدون ما نضيع يعني وقت من راس مال الزمني ننطلقوا استاذ آه طبعا انا 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 اعرف عن البرنامج انه برنامج ناجح جدا متشاف تقريبا من شعب المغرب آه كله انك انت قادر على اداره حوار بشكل عظيم جدا ده اللي انا اعرفه عن البرنامج نشوف <applause> بقى <applause> واخا نمشيو نمشيو مباشره في النقاش واخا استاذ استاذ سامي حسريتي انت حصل على بكالوريوس التجاره وهذا يدفعني للتساؤل منذ البدايه ما علاقه ما علاقه الانغمار في المجال الفني واقتحام مهنه التمثيل بالتجاره هناك من يعيب وانا من هؤلاء اذا سمحت لي على بعض الاشخاص احترافهم لمهنه بعيده على تخصصهم الاصلي اي تكوين طيب كانت هناك فراغات وجب ملؤها في فتره ما عندكم آه يعني زي ما تقول اتولدت ممثل من 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 اول سنه دخلت فيها المدرسه مه. وتلميذي اللي جنبي آه في الفصل هو ده اللي اكتشفني يعني يعني قال ما تيجي نقوم نعمل سكتش يعني ايه سكتش؟ قعد يحكي لي حدوته وبتاع نعملها في وقت في في حصه فاضيه فقمنا فنولنا اعجاب الناس فاصبحنا ده المشوار وابتدى المشوار بقى من المرحله الابتدائيه غير البيت طبعا انك في البيت قاعد بتقف فوق الترابيزه وتقعد تقلد وتعمل وتصول وتجول ما بدون جمهور يعني او على الاقل اسرتك ممكن تبقى جمهورك يعني فهي موجوده من, من الصغر لكن لما آآ آآ حصل اختيار بين ان اخش بعد في مسرحيه او اخش اي كليه تانية طبعا يعني ايه يعني ايه اخرج ايه يعني اتخرج, إيه؟ أتخرج إيه؟ لا انا الفن ده هوايه وما ينفعش ان انا هخرج يعني اشتغل ممثل كانت مساله لسه الثقافه في هذه الفتره صعب جدا اخش معهد مع التمثيل عشان يبقى معايا شهاده تمثيل فما كنتش مدرك المساله دي فكان لازم اخش الجامعه فدخلت كليه التجاره لكن اللي, اللي فاز هو اني ممثل و... طوال فتره الجامعه طبعا و... 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 في تلك الفتره من بعد او لما اقتحمت الميدان كان احساس بقليل ندم مثلا انه رحت تتكون في التجاره ولم تتكون اكاديميا مثلا في, في التمثيل آه مثلما فعل آه فعلت آه اسماء اخرى كثير اه لا انا انا في في الجامعه في كليه التجاره اتيحت لي فرصه لم او فرص لم تتح الى آه لخريج معهد المسرحيه يعني لان من اول سنه وانا بمثل مع مخرجين كبار بي بيدرسوا في آه آه معهد الفنون المسرحيه يعني لما لما الاستاذ الكبير كرم بطوع م. يخرج لي ثلاث مسرحيات وثلاث مسرحيات كبار م. يعني بتاع مهاجر برسبان والوافد بتاع ميخائيل الرومان وصلاح ابو صبور بتاع العشرين السطرة دي اللي هي مسافر لين والعديد بقى وسمير عصفوري ونور الدين مخرجين كبار فكنت انا بمارس مش مجرد ان انا يعني. يعني مش مجرد ان انا ايه بقرا او بدرس مم. مم. لا ده انا بمارس المهنه فدخلتها وليا جمهور عريض كان متكون في الجامعه الساحه الفنيه في مصر عندما تخرجت من الجامعه كانت جد نشيطه على مستوى المسرح، سينما وطبعا تلفزيون، مع ذلك استطعت ان تجد لك موقعا فيها على حساب العديد من خريجي معاهد المسرح والتمثيل الذين دل الكثير منهم على الهامش امر غريب في نظري نسبيا وزي ما قلت لحضرتك ان انا دخلت بجمهور يعني يعني في الجامعه كان ليا جمهور عريض جدا من خلال ممارسات الواحد للغنى وللتمثيل وبشكل يومي وعلى صعيد مصر كله يعني بنجوب بالقوافل الفنيه صعيد مصر <applause> فكان معروف ان هناك فنان او هناك شاب او هناك مهوب في جامعه عين شمس كان معروف فلما دخلت المسرح دخلت بهذا بهذا الرصيد يعني كانت قاعده جماهيريه ولو انها ماشي كبيره جدا ولكن مش كبيره لكن في جمهور بيجيلي لكن انا عايز اقول لك ان انا لما احترفت ندمت على حاجه واحده بس ان انا ما دخلتش مع في المسرحيه هي هذه الخلاصه اللي بغيت اه حاجة حاجة. يعني انه لان انا مع الدراسه ومع العلم انا بالنسبه لي ما كنتش متصور ان انا هعترف الفن يعني ما, انا بحبه لكن لما حصل الاحتراف وشدونه ودخلت المجال حس يعني حسيت ان كان لازم يبقى معايا شهادة لأن أنا مع أنك أنت مع التخصص مع دراسة المهنة اللي أنت بتمتهنها لكن أقدر أقول أن مجموعة الخبرات هي مثلت الدراسة بالنسبة لي ألي يمكن أن نقول بأن مثلا مثلا يعني أنت صحح لي إذا, إذا أخطأت تقدير بأن من ساعدك على التموقع داخل المشهد الفني المصري مثلا مرجعياتك السياسية القريبة من النظام في تلك الفترة بالعكس انا كنت في الفتره دي من المعارضين لانه انا بنتمي الى حقبه في تاريخ مصر هي, هي تكويننا اللي هي مرحله الخمسينات والستينات ودي اللي انا اتربيت فيها الفتره اللي انا دخلت فيها كانت السبعينات وكنا محتجين في الجامعه وكنا معارضين وعايزين نسترد ارضنا و اخره فكان الواحد يعني ابن مظاهرات وابن جو بالشكل ده فبالعكس ما كنتش في حضن النظام على الاطلاق لكن هي المساله انه انه ان انا كنت في حضن الموهبه وفي حضن المخرجين اللي قدموني وفي حضن الجمهور اللي, اللي التف حواليا دي مساله ملهاش علاقة علاقه ب... 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 بموقفك السياسي يعني انت دخلت بالكفاءه ولم يكن هناك من و وبالتوفيق و و من, من ربنا طبعا وبايمان مخرجين شافوني في الجامعه فهم اللي شدوني الى مم. مسرح مم. الدوله أه تدريجيا تحولت استاذ لوجه مألوف في الفتره الممتده بالخصوص أه بين نهايه السبعينات ونهايه الثمانينات ودخلت البيوت العربيه منها المغربيه عبر شاشات التلفزيون هذا مكنك من المشاركه استاذ في اعمال الى جانب خيره الاسماء كان يحلم بالوقوف امامها شباب من جيل انت. مع ذلك في هذه الفتره اسمح لي نقول لك لم نلاحظ وجودك في الصداره في ادوار البطوله لهذا الحد لم تقنع استاذ امام نجوم كانوا مستحوذين على الصداره. يعني هو انا ما اعرفش الاسباب يعني ما اقدرش اقول لك ايه السبب بالضبط لكن كل اللي اقدر اقول لك ان انا عملت ادوار بطوله كثير في البدايه وابتديت بدايه كويسه وكنت انا مؤمن بان هناك فرق بين النجم والممثل النجم صنيعه ظروف وصنيعه فتره لكن الممثل هو ابن من مجتمع الفنان بيظل على طول ابن ابن كل الازمنه مش ابن مرحله وخلاص فكان ده في مفهومي فكنت افضل ان اكون يعني طوبه حجر في بناء مدرسه او مسجد او مستشفى على ان اكون عمود خرسانه في ملهى ليلي فكتير جدا جدا كنت بعتذر عن اطوال ادوار بطوله في اعمال انا مش مقتنع بيها واقبل ادوار اقل في اعمال انا مقتنع بها واحب انتمي اليها، بالاضافه ان يوم لما انا اتوجدت كان بينتشر في هذه الفتره ما يسمى بافلام المقاولات وانا كنت مقاطعها تماما عكس زملائي انتموا ليها وعملت منهم نجوم لان السينما لها سحر خاص ولها بريق خاص وبتعمل نجوميه آه كانت تشاهد على نطاق أكثر يعني واسع واسع بالزبط. جدا آه آه طيب استاذ آه ادعوك آه لحظه لمتابعه مقطع من فيلم ايوب ومن بعد يكون لنا تعليق أوي وحضرتك طبعا عارف ان هناك اهدى بكثير من دوشه مصر استاذ سامح الشباب هنا <applause> لم يكن الشيف قد اخذ مكانه في <applause> 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 هذا العمل الهاني لاشين انتج في العام 83 وعلى حسب علمي انه في هذه السنه كان عمر الشريف قد عاد الى مصر بعد هجره طويله ومشاركه في اعمال عالميه يعني اعمال لازالت خالده لحد الان كانت معكم اثر اثر الحكيم اه كان معنا مجموعه كبيره الاستاذ فهد المهندس ومدام مديحه يسري الله يرحمها عن الجميع وابراهيم الشامي كان ومصطفى فهمي كان مجموعه كبيره من النجوم وانا الحقيقه في هذه الفتره كنت بعمل ادوار اكبر من كده لكن انا عملت الدور ده لانه قصنا نجيب محفوظ سيناريو محسن زايد اخراج هاني لاشين بس السبب الرئيسي اللي خلاني اعمله ان هكون ضمن اسره اول فيلم للفنان العالمي عمر الشريف بعد, بعد عودته م -م. اه انه كان حدث مسجد. مميز بالضبط ومع ذلك مع اني كنت مستصغر حجم الدور وأنه ما كانتش يعني لكن مم. كان له رد فعل في هذه الفتره اللي رجع الصدى ورجع الصدى هو وصل 2019 عندنا في المغرب <applause> اديت في الفيلم دور غير باش الناس يتابعوا معنا مم. او نعطيهم فكره اديت دور خريج الجامعه الذي تقدم الى ايوب بطلب الزواج بابنته تمام دور لعبته اثر الحكيم كما ذكرتي استاذ قصه نجيب محفوظ استاذ سامي هل تعتقد او تظن بان الكثير من الاعمال الادبيه بما فيها هذا العمل يتعرض فيها النص الاصلي للتشويه وان قيمته الاصليه تبخس وتصير ضعيفه حين يتم تحويله لسيناريو عمل سينمائي او حتى تلفزيوني. هو هو بيحجم الخيال يعني القصه لما بتبقى مكتوبه م. انت بتقراها كل واحد بيقراها بيرسمها وبيتخيل شخصياتها بشكل لما بيتعمل فيلم بيحجم الخيال. بتاع المطلق وممكن يبقى أفضل من قارئ وممكن يبقى أقل من قارئ وفي ناس كتير ما يحبوش يشوفوا العمل الفني بتاعه عشان يظل محتفظ في الخيال الفضاءات المتخيلة شيء. لكن ما تقدرش تقول انه بيقل او بيزيد لكن انا في تصوري انه بيبقى حاجه تانية موجوده هذه الخصله اذا صح التعبير انه مثلا ظروف الانتاج تخلي انه الفضاءات المتخيله في العمل الادبي لا نجدها يعني في العمل المصور سواء سينمائيا او تلفزيونيا في حين انه اعمال عالميه مثلا نقلت من اعمال ادبيه بالعكس احيانا تعطي قيمه اكبر للعمل الروائي دافينشي كود مثلا يعني عناوين كثيره عندنا احنا اظن بانه منذ البدايه مساله الانتاج هي التي تحكم انا مش متفق طبعا آه مع ان انا اخسر عمل فني بسبب الانتاج المفروض لا اقبل عليه حتى طالما المساله انتاجيه بالك لكن من المفروض ان انا بقدم افضل ما, ما عندي وما تبقاش الفلوس عائق ممكن تبقى اشياء اخرى عائق لكن, ما تبقاش لكن هذا واقع ده آه الو الواقع في لل... في فتف للاسف فتف للاسف استاذ اثر الان السينما المصريه حاليا من خلال اطلاعي ومتابعتي الدقيقه جدا تبحث <تف> في <تف> الغالب عن نجم شباك حاليا الذي يمكن ان يحقق طبعا الارباح للمنتجين حتى ولو تطلب الامر دغدغه المشاعر او طرح حتى قضايا سطحيه والبحث عن الاضحاك اللي في الغالب يكون مجاني بهذا الايقاع السينما المصريه سائر استاذ في طريق الانحدار نحو الاسفل ولم يعد هناك يعني مكان للتجارب السينمائيه المغايره تتفق مع هذا الكلام؟ يعني اتفق معاك طبعا بس مش انها تسير ناحيه الاسفل لا احنا العالم العربي كله في الفتره الاخيره بيمر بظروف صعبه في كل المجالات لك في وفي الالب السياسيه والاقتصاديه والحملة مخليه في مجالات كتير جدا في انحدار انحدار والدراما والفن والسينما هي جزء من جزء من كل لكن يمكن هي دي اقل انحدار بشكل عام ليه بقى هي السينما ما انحدرتش لكن استمر راس المال الخاص اللي طول عمره بيقدم اللي بيقدمه ده واختفى راس المال او الدولة اللي هي بتبقى رمانة الميزان وبتقدم الأعمال التي لا يقبل عليها القطاع الخاص فانحصر رأس المال النظيف اللي بيقدم اعمال تخاطب العقل لانه في حاله الركود اقتصادي وما فيش راس مال بيحب يرتفع غير اثر معك استاذ موضوع الانحدار لكي فقط يعني بصدق نيه انت تعرف صدق نيتي يعني انه ان انبه اصدقائنا في مصر انه هناك في امن شباب سينمائيين المصريين الذين يبذلون جهدا يلفت وهذا هو الغريب نظر العديد من عشاق السينما في العالم وربما لا يعرفهم الكثير من القائمين على السينما في مصر. هنا اتحدث مثلا باش نكون في اطار المثال عن اسمين شاهدت لهما عملين في مهرجان كان ابو بكر شوقي فيلم يوم الدين ومحمد دياب شريطه اشتباك. لماذا لا يوجه دعم الدوله لمثل هذه التجارب استاذ سامح؟ تجارب تنتهي في اخر المطاف ناجحه وفي مواعيد عالميه كبيره. طبعا السؤال ده صعب ان انا اجاوب عليه لان الدوله لها اولويات. يعني الحكومه لها اولويات، هي شايفه انه من اولوياتها الاهتمام باشياء اخرى غير السينما. وارد ده. لكن يعني ده وارد، لكن اللي انا قصدي اقوله لك سواء ركود، سواء 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 الابداع لا ينتهي. والمخرجين الشباب موجودين، ويمكن موجودين من خلال بعض الأفلام القصيرة اللي لأنهم مش قادرين يخشوا المجال، المشكلة في إن احنا في عالمنا العربي كله ما عندناش مؤسسات قوية برأس مال خاص قادرة على إنها تبقى واقفة، احنا طول عمرنا يا إما دولة موجودة يا إما قطاع خاص عايز يكسب. غير بالنسبة لهذه الأفلام هذه فهي مثلاً اشتباك أو يوم الدين لما تشارك في مهرجانات عالميه فالكل يسمع اسم مصر بمعنى افضل تمام. طريقه لترويج اسم مصر افضل بكثير من افلام الشباك اللي يعني ربما تبقى منحصره في الحدود المصريه هذه وجهه نظري فيلم لكن... الموميا فيلم الموميا في مصر قعد ولا في العالم العربي اسبوع في, في السينما وكل مهرجان يدخل فيه يحصل على جائزه احسن فيلم مم. كان لشادي عبد السلام إيه؟ والكثير من, من من الاعمال لكن هناك ال رأس المال الخاص حريص وجبان مم. عايز يكسب هذه الافلام الضخمه اللي نجحت بره ورفعت اسم مصر والى اخره لو جه المنتج وعرضها في السوق تاخد ثلاثة أه ايام اربعة ايام في لأنها يمكن بتخاطب العقل وانا بقول لك الانسان مش هيبطل ياكل لكن ممكن يبطل يقرا لما يكون ظروفه الاقتصاديه صعبه يعني اه في حالة آه ركود او او مش مش هي دي السينما اللي احنا بنحلم يعني باختصار قبل ما نمر لنقطه اخرى لو لو كان في فيلم المومياء حاليا كان سيمر مرور الكرام في في مصر في حين انه من قبل في القاعات كان فعلا لا ياخذ فتره كبيره مقارنه بافلام الشباك لكن على الاقل كان يحتفى به داخليا هو هذا الفرق اللي ما بين الحقبه الحاليه والحقبه السابقه فيلم مم. شوقي مثلا القليل من المصريين اللي مم. سمعوا عليه بسيت فيلم صلاح الدين الايوبي آه اسيا بعدها افلست آه آه والفيلم المصري <تصفيق> <تصفيق> تعرض لقد دلوقتي استاذ سامح كنت وكيلا اول لنقابه المهن التمثيليه في مصر ونعرف الصرامه التي تقوم بها هذه النقابه على مستوى منح تراخيص عمل للممثلين في مصر و للمنتجين ايضا ليس كل من هب ودب يمكن ان يترامى على مهنه التمثيل لكن دعني اشاهد معك هذا المقطع من مسلسل مصري شاركت فيه انت استاذ سامح طيب بيان. استاذ رومانسيتك جميله ولو ان <applause> <applause> لا 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 <applause> رومانسيت الشعر الابيض لا في المشهد اللي شفناه كاين يعني يظهر للعارفين يبدو للعارفين يبدو يبدو يعني الميزان <applause> في يعني شكون الممثل شكون اللي ماشي ممثل استاذ انا بديت بالكلام على انك كنت وكيل اول لنقابه المهن التمثيليه في مصر ونقلت لك هذا المشهد هذا صراحه لم اكن اعرف هيفاء وهبي ممثله مسلسلات وانما اعرفها بصفتها مطربه لبنانيه شهيره باغنيه البوس و كيف سمحت النقابة الصارمة عندكم بهذه الفلسفة أو خليني نسميها سقطة ده قانون وما هيش سقطة أنه النقابة لا تسمح بغير النقابيين أنهم يعملوا إلا بالتصريح بمعنى؟ لأنه يبديله تصريح حتى لو هو مش عضو نقابة أدي تصريح عشان لأن النقابة ما هيش ضد المواهب مش لو واحد ما دخلش المعهد وما تخرجش لكن برزت موهبته التف حول الناس ما اقدرش اقول ان ده ما, ما يمثلش والا ببقى دستوريا غلط انا بكبت ابداع او بكبت مواهب فالقانون بيقول ان انا ممكن ادي له تصريح ويثبت بعد كده لو ثبت بعد كده انه فشل مش هيتطلب وهنا في لكن انا لعنه كارفا لا نجح نجاح كبير وده مش اول عمل لهيفاء وهبي ده وهبي دي لو مم. لو طلبت تبقى عضوة نقابه هتاخد العضويه لانها عملت سلسله اعمال ناجحه سواء كانت سينما او كانت تلفزيون او كانت دراما يعني لكن, لكن لكن حلقات من المسلسل آه. صراحه يعني موهبتها في مجال اخر ممكن نتحدث عليها لكن ف... مم. أنا شوف المشهد اللي شفناه هنا كنشوفوا الميزان من يرفعه هنا انت اللي كتقوم بال هي دي هي دي طبعا بتبقى اذواق ولو ولو اتفقت الاذواق لبارت السلع واخد لكن لو هي فعلا كده الممكن ممكن نتكلم انا وانت ممكن مثلا نقول رأي الفني ده لكن نيجي نلاقي ايه ان جمهور كبير شافها كان الجانب هو اللي يزعجني في القصه من الفها لياءها هذا عمل جديد على فكره بالنسبه للناس اللي يتابعونا آه في آه. شهر رمضان الماضي بالضبط والجينيريك آه. يبدا باسمها في الصداره على آه. النجمه آه. بالنسبه لعندي صعيب علي نتقبل انه كيف يمكن ان نتوسل لهيفاء وهبي من اجل ان نجذب جمهور لمشاهده الدراما لهذا الحد استاذ يعني انا شايف ان هيفاء وهبي كممثله مم. سيبك من أنها تقارنها بممثلات اخرى متفجد. لكن كممثله مم. لا كممثله تفوق بكثير موهبتها كمغنيه يعني آه ل لو 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 سبت موقفك مم. من لا هيفاء وهبي لا, لا, آه آه لا, 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 لا انا عنديش موقف اه لا بتكلم على كشخص يعني انا بالنسبه لي كممثله آه آه لما نشوفها بالعين وشفتك هنا غير في غير في المشهد هذا اللي آه اللي اعطيناه للناس آه كيبان في المشهد من يقوم بجر يعني الايقاع واضحه وما ادراك لو جبت حد تاني ممثل وعضو نقابه مكان هيفاء بتحس بنفس الاحساس ده ده فرق خبره ممكن يكون فرق خبره لكن م. هي المساله في حدودها وفي حدود امكانياتها وما قامت به وشالت مسلسل كامل م. لا عندها قدر من الوه... من, الم... من الموهبه لا باس به لكن مش احنا بنشوف ناس وفي ناس غير موهوبين ودخلوا المعهد وتخرجوا بنشوفهم بس الجمهور بيقول مع السلامه بيرفضهم تماما ما اقدرش امنع اي حد متقدم ليا بس ما يشتغلش من ورايا طالب تصريح وبيدفع مقابل ده وبياخد الفرصه ولو جاب بعد فتره ما جابليش عدد انه مطلوب انه ابتدى يشتغل في المجال لان انا ما اقدرش اقفل المجال احكم المجال لكن ما اقدرش اقفله على المبدعين على الاطلاق طبعا حتى لو كانت هيفاء وهبي ربما ما كانش تدافع على <applause> على حضورها بنفس الطريقه اللي دافعتي بها استاذ سامي استاذ ننهيو الشطر الاول نلتقي بعد لحظات في الشطر الثاني من معك استاذ الى الملتقى ترحيب بكل من ينضم في الشطر الثاني من الاف المواجهه اليوم اسم عربي عندنا الممثل المصري استاذ سامح سريطي الوكيل الاول السابق للمهن التمثيليه في مصر استاذ سامح نجدد بك الترحاب ولو انك راك راك في بلدك وتفل طبعاً. من الايقاع كي كيظهر كي لانه مباشره اقتحمت معي الاجواء ديال <applause> ديال ديال المواجهه اللي هي مرافقه اكثر منها مواجهه صحيح <applause> نمشيو نكملوا استاذ لقائنا تفضل كنا تكلمنا في الشطر الاول على واحد من ادوار النقابه عندكم اثرت معك موضوع المهمه اللي كنت تمارسها في نقابه المهن التمثيليه هل بتعادك استاذ عن نقابة من حيث المسؤوليه سببه عدم الرضا على كيفيه تسيير شؤون الفنانين في مصر ام انك شعرت بان في الامر عرقله وتقييد عملك الفني بمعنى اخر نشرح هل اكتشفت انت ايضا مثلنا بان سامح السريطي الذي شاهدناه في ديالي الحلميه وبقيه الاعمال الاخرى لن يبقى كما كان اذا ظل منشغلا بامور النقابه؟ يعني هي امور النقابه الحقيقه او العمل العام التطوعي بيبقى في, في, في الوقت البعيد ما بيجيش على حساب عملك وما تخليهوش يضغط على حساب عملك لان ده عمل تطوعي بل بالعكس انت كل ما انغمست في العمل بتعرف مشاكله اكتر بتعرف تحلها اكتر فمش هو ده السبب الحقيقه لانه لو انت ممكن تكون يعني بدم منظم وقتك <applause> يعني بنشوف والا والا هنقول اي وزير هيعمل ايه؟ انت بتنظم اذا هو عدم عدم رضا على كيفيه تسير لا 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 مش ده خالص مش, مش ده خالص يعني هي المساله مساله ايه؟ انك انت اديت دور والحمد لله يعني خدمت فيه كويس وقلت ان انا ممكن اضرب المثل بان انا اخدم فيه زملائي وانا بره النقابه زي ما انا جوه بالظبط لدرجه ان في ناس كتير ما زالت تتصل وبتطلب مني حاجات وعلى قدر الامك... بقدر امكاني بتصل باعضاء المجلس واحلها متصور ان انا ما اتركش ولكن ما طويله يا استاذ لك... لهذا الحد انت هي ده مثال ديمقراطي يعني, دي يعني في لا طريقة آه... آه... ال... طبعا انا مؤمن اصلي وعشت ده عشت ده كتير في اعمال العام انا مؤمن بالتداول واخد بالك زي دي لانه ايه انت بتحتاج بفكرة جديد زائد مش مؤمن بصراحه ولين العمل العام يعني بمجرد ما تقدم الدكتور اشرف زكي خلاص لازم تفسح المجال ولان احنا مش المفروض ان احنا ننقسم ده طالما له رغبه الخدمه عنده خبره قبل كده قديمه فانت بتفسح المجال لانه مش هو انا مش هبقى مش موظف كنقيب عشان اخش في صراع واكيد احنا في اطراف ممكن تكون مش مدركه الحاله الديمقراطيه اللي ممكن نكون فيها فبيبقى في جراح جراح انتخابات ما حبتش ما حبيتش لكن انت عملت يعني حبيت تمرر رساله مداوله يعني اكيد لكن ربما الاخرين لم يتبعوك في هذا في هذه الطريقه و كل واحد بيختار حياته أه؟ كل واحد بيختار حياته وانا بختار اللي انا عايزه بدفع ثمنه او بحصل على مقابله لكن كل واحد بيختار هو عايز يعيش ازاي أه؟ انا بعيش بما اؤمن به حسب علمي هناك اصوات عندكم في مصر ت... تندد بان الدراما التلفزيونية أستاذ سامح وبالخصوص الرمضانية أصبحت حكرا على وجوه دون غيرها أو ما يسميه المنتجون بالنجوم الأمر في نظري فيه تحايل على الجمهور وتواطؤ بين شركات الإنتاج وبين فنانين بعينهم لبسط الهيمنة وتضييق الخناق على ممثلين حقيقيين أليس كذلك أستاذ؟ احنا احنا بننسى يعني احنا لفترات طويله جدا ظل أه الفنان الكبير محمود ياسين والفنان الكبير نور الشريف والفنان الكبير ياسين فهمي متربعين على عرش السوشيال كانوا نجوم كانوا كانوا من خلال آه من خلال يعني لو يعني العطاء في الشاشه مثلا نقدر نعطي اسم بدون من ما آه يكونش الهدف هو الاحراج لانه الجانب لان المهني فقط مثلا نقدر نقول لك يزعجني ان اشاهد عمل في التلفزيون ودائما غاد عبد الرزاق مع احترامي ليها لكن انا احاسب الفنان من خلال ما يعطيه دائما هناك احتكار اما لما تقول محمود ياسين مم. يا سيدي هو في الشاشه عطاؤه طبعا اسمع لما اشوف استاذ سامح عطاؤه يسمح له لكن يعني مؤخرا لا في احتكار من وجود اخرى اذا اذا ذكرت غاده عبد الرازق فغاده عبد الرازق ما بداتش كده ده عمل, عمل مشوار طويل ادوار ادوار وابتدت تنمو لحد ما نجح أنا لها مسلسلات غير مثال امثله اخرى اه لحد ما نجح لها مسلسلات مفيش مغامر اصل انت عارف ده الكلام ده يتقال امتى؟ م. لو انا كدوله اللي بنتج كمال عام لكن مفيش راس مال عايز يخسر لو انا مال عام هقول اه لا ده دا بيحابي ده على وبيحابي ده وده بيخسره مع ذلك بيجيب وده نتيجه علاقه خاصه وهبقى واقف ضد ده لكن لما يكون مال خاص انا ماليش ان انا اعترض على المال الخاص لان المال الخاص بيحمي نفسه فيوم لما يجيب فلان او سين او صاد عشان عارف انه هيكسب بيه ولو هيخسره مش هيجيبه وعلينا ان احنا نعترف ده سوق ولا مش سوق هناك جانب تجاري ولا ما فيش جانب تجاري لو لو الفن ده خدمه فقط على الدولة انها تتبناه وتدعمه وتصرف عليه وما تحققش من خلاله الأرباح وتقدمه خدمة ثقافية وممكن يكون ده موجود مثل الحالة اللي تكلمت عليها؟ لكن في, في مثل الحالة اللي تكلمت عليها يا ريت لو كانت الدولة قد لكن لكن النهارده يعني ربما المنتج لن يخسر ماليا لكن مستوى الدراما يعني مع ما يعني تمرره للجمهور مين اللي يعني بي... مين اللي بينجح العمل الفني؟ الجمهور إيه؟ إيه؟ الجمهور هو اللي بيلتف اذا التف الجمهور حوالين عمل ونجح لازم اراجع نفسي ايه الميزه اللي فيه خلته ينجح ما اقولش ازاي لازم تكون في حاجه كويسه خليته ينجح فلما الاقي اسماء نجوم التف حواليهم الجمهور الجمهور ما بيغلطش صدقني أو, او او ممكن تكون قراءه اخرى هي انه آه هذا الجمهور من كثره ما صارت فئه واسعه منه مجرد وعاء بمعنى انه نعت... يعني نفرض الوجوه المسمى نسميها بالنجوم من فرط التكرار يصير هذا الجمهور غي... يعني يتقبل واحيانا يطالب بهذه الوجوه لكن لما تقول الجمهور يلتف حول نجوم مثلا لما تعطيني امثله في الزمن الماضي مثلا محمود ياسين محمود عبد العزيز أو... يا سيدي هنا الامر مبرر في الحاله الثانيه ممكن يكون يعني سنوات من آه يعني شوف يعني انا انا ما من من آه نحبش من نستعمل نستعمل من قبل سنوات من تجهيل او من من منح الرداءة تخلي الجمهور يتقبل يعني احيانا الرداءة وهذه ما هذه آه ما مرتبطاش بمصر فقط بل يعني حتى أنا عندنا أنا لا انا انا عايز اقول لك شيء النهارده انا كفنان اتمنى وحلمي واطالب بان تكون الدولة قوية واخد بالك ان تكون الدوله قوية في الانتاج الفني يعني كمنتجه يعني وبتكلم لما بتكلم كدوله مش بتكلم على مصر انا بتكلم عن ان, إن تكون الدوله هي رمانه الميزان او هي الجيد او هي الدليل للقطاع الخاص او لراس المال الخاص فاحنا عندنا فعلا عندنا قطاع الانتاج عندنا مدينه الانتاج الاعلامي وكان عندنا صوت القاهره للاسف الظروف اللي مرت بيها مصر في الفتره اللي فاتت خلت مفيش فلوس فضعفت هذه الكانات لكن انا متصور لما هذه الكيانات تقوى ولما مصر تخرج من كبوتها الاقتصاديه بالتاكيد هنرجع نشاهد اعمال ضخمه بيقوم بها المؤسستين دول المؤسس المؤسسه مدينه الانتاج الاعلامي وقطاع الانتاج ويكونوا هم دول الدليل للقطاع الخاص زي قبل كده لكن انا النهارده لا الوم القطاع الخاص انه يستعين باي حد وينجح بيه يعني او يحقق أستاذ هناك من يرى بأن الدراما المصرية حاليا لم تعود قادرة على منافسه دراما بلدان اخرى من بينها مثلا دراما تركيا التي تتميز بالعدد الكبير واللا متناهي تقريبا من من, من الحلقات بقيتم ربما منشغلين بتفاصيل داخليه بين اهل الفن عندكم وجاءت تجارب اخرى اخذت منكم جمهور العربي او فئه كبيره منه الدراما المصريه مدوعة على كل حال استعاده السمعه التي كانت لها في السابق والسابق وده غير حقيقي الحقيقه يعني ده مش مش مظبوط الدراما التركيه تعجز امام الدراما العربيه واسمح لنا لغايه دلوقتي بقول المسلسل العربي ما بقولش المسلسل المصري حتى لو انتاج مصر ربما تتكلم عن كنت الدراما العربيه الحاله دي مصر ولو يعني. اتكلمت عن عن مصر باعتبارها اكثر الدول انتاجا ما فيش مسلسل تركي يقدر يقف قدام مسلسل مصري في مصر بديليل. في مصر في مصر وفي العالم العربي بدليل ما نحدي لك الدليل اتفضل لا يوجد مسلسل تركي يعرض في يستطيع أن يعرض مسلسله في رمضان, رمضان يعني رمضان رمضان حالة خاصة بالنسبة ليه للمشاهد ليه رمضان حالة خاصة حالة خاصة أما اسمح لي نقول لك آه. أكاد أجزم بأنه ولا في بيت مغربي أو حتى مصري لا يحفظ عن ظهر قلب عناوين وبل حلقات مسلسلات آه. تركية ليه؟ بدأت ولا يبدو أنها ستنتهي قريبا ليه ما أنا ما أنا لك السبب أهو لك سبب م. لأن المسلسل التركي بيسبح طوال, طوال العام بمفرده دون منافسه لان كل الاعمال العربيه او المصريه اذا كنت بتتكلم كلها مكثفه في رمضان وبيترك باقي العام للمسلسل التركي او لاي مسلسل طويل ولما حصل انا شخصيا خدت تجربتين كانوا من انجح ما يمكن اذا كان في مسلسل مطلوب رجال كان 90 حلقه عرضت في غير رمضان وممكن في ومس... نطلب المخرج يمر ومسلسل خلفية. المتهم عرض في الانتقام قصدي مسلسل الانتقام او المنتقم عرض في غير رمضان وكان 120 حلقه ونجحوا م. لكن م. هي المساله مساله ايه لما يكون في مسلسل لوحده بيتعرض هي الواحده لا تتفرج عليه اذا آه. اذا اذا سرت تنتج بطريقه موسميه آه. فهدف فهذا في حد ذاته خلل كبير ده الخلل خلل سببه ايه بقى الخلل الاقتصادي ليه لان الممول النهارده ما بقاش عندنا المنتج اللي بينتج بفلوسه ولا القناه اللي قادره على صرف انتاج مسلسل، بقى عندنا ايه وكاله الاعلان، وكاله الاعلان اللي بتمول القناه وهي اللي تقول المسلسل انا ممكن اخد المسلسل ده ولا وبناء عليه الـ 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 القناه تبتدي توجه المنتج اه انا هاخد منك المسلسل ده، فبقت كارثه حقيقيه، كارثه في منظومه الانتاج، مفيش منتج منتج بين بينتج عمل فروم اي زد من الاول للآخر وبعدين بيبحثوا عن سوق، مفيش ده <applause> للاسف انت بتبقى بايع قبل ما المسلسل يخلص، والكارثه الحقيقيه في ده ايه؟ ان ما فيش اه العمل بينتج النهارده خمس حلقات بس، بتبتدي انتاجه خمس حلقات ما يخلصوا يخلصه، هعمل خمس حلقات، وافقتوا عليه وجبت كذا وهعمل مش عارف بايلوت، وافقتوا عليه ولا ما وافقتوش؟ لو وافقوا عليه بيبتدي يمول فما فيش انا انا النهارده في الفتره بعد ما اعتذرت كتير لقيت ان انا خلاص توقفت وحبيت عن الساحه، اللي هي ايه؟ انك انت م ما بتلاقيش مسلسل كامل توافق عليه او ترفضه بيدوك خمس حلقات بس او ثمان لان المسلسل مش موجود كارثة وهذه الطريقه للاسف يعني يعني بصيغه اخرى معموله حتى عندنا ده ده الوضع العام الانتاج لان بقول لك ما عندناش مؤسسات ضخمه ما عندناش منطق قوي منظومه الانتاج فيها خلل منظومه الانتاج فيها خلل دي ما هي ذنب المبدع الفنان في اي دوله استاذ سمعت ال الكلام اللي هو واضح لكن هذا يؤكد بانه حاليا بالظروف الانتاجيه الحاليه الدراما المصريه لم تعد قادره على منافسه دراما بلدان اخرى منها التركيه لما قلت تركي دراما تركيه فهذا لا يعني بأنني امدح الدراما التركيه بالعكس فيها يعني الكثير من الخلل لكن مقومات الانتاجيه يعني هو ما تقوم بشرحه بغير اللفظ بقول بقولش لا تقدر على منافسه مصر بتاريخها وبانتاجها ومبدئها تقدر على اي شيء لكن لما بقول لا تنافس لا مش قضيتها ما انا بقول لحضرتك ايه لما لو حط شيء في دماغها المنتج بيشوف مكسبه ايه انا مش مساله وهتشي. منافس ما كاين تفكير آه. انه مثلا مستقبلا استعاده نفس ايقاع الانتاج يعني بالتاكيد كل شيء بيتغير ما فيش حاجه ثابته يعني بالتاكيد ده بيتغير الحاجه الوحيده اللي ما تتغيرش أن يكون هناك طالما وجد شعب وجد فن ووجد ثقافة الظروف بقى اللي متغيرة إن أنا بقدر أقدم هذا الفن وأستفيد منه للجمهور والآلة الإعلامية تخدمه أو ظروف لا تسمح بده فيظل إيه تحت السطح لكنه ضيق المكتسبات لأنه دائما ننطلق من, م من نقطة الصفر يعني ننسى الـ ننسى المكتسبات مهما ده اللي بيخلي مهما مرت مصر من ظروف او من كبوات في خمس دقائق تنظف كده تقوم كمل مارد لا خمس دقائق قليله لا, لا, <applause> لا حصل اصل دي تجارب وحصلت لا <تصفيق> <تصفيق> قليله شويه استاذ أه قبل ان امر لاقترح عليك ثلاث صور لتعلق عليها اود ان اعالج معك لاخذ رايك وانت اللي تعرف المغرب واهل المغرب وطريقه اشتغال المغاربه في الميدان السينمائي والتلفزيوني، أود أن أعرج على كلام حسين فهمي مؤخرا في لقاء صحفي أثر امتعاد العديد من المتتبعين المغاربه صراحة، أترك لك التعليق عليه بحكم أنك معروف برسانتك أستاذ سامح نشوفوا المقطع مليارات من الدولارات بتترمي في المغرب، م. إحنا السينما إحنا الأساس، لازم يبقى ده عندنا م. أستاذ سامح هذه الجملة قيل حولها الكثير إيه اللي هي انا اسقطت لا تقربوا الصلاه هو يعني اللي, إيه اللي, 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 هي انه الاستثمارات الاجنبيه في السينما الملايير ترمى في المغرب ونحن اولى بها لا يقصد برميها في المغرب انها بتستثمر في المغرب وده وده لصالح المغرب يعني دي جمله لصالح بلدنا لصالح المغرب بلد يعني بقى يعني وطننا وطنا كلنا يعني لما بيقول ايه لما بقول انا برمي فلوس في المشروع ده ده لفظ مصري لما بيقول ملايين دولار تترمي في المغرب يعني تستثمر في المغرب لان المغرب فتح دراعتها لأجل المنتجين لهذه الموله أنها تستثمر م. عندها فدي جمله مش جديد. خطا لكن فرق الثقافه وفرق مفهوم اللغه لما بقول ايه انا رميت انا رميت 50 مليون دولار في المشروع الفلاني ده بيت بلفظ بيتقال فانا بقول لك ماليين يضربوا دل... لك احنا اولى احنا اولى ان ترمى عندنا وده معناه ايه؟ ان احنا نقتاد بالمغرب ان انا افتح واسمح لا واسمح بان الاستثمار لا لا و و و و قلت لك يا استاذ معروف برسالتك وحتى بالطريقه <applause> <applause> الدبلوماسيه الدبلوماسيه <applause> 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 لكن في كلامه مساله اولى بها وايضا <applause> مسألة الملايير يكون اللي هو أصلا فيه خطأ هي لأنه هي هي الأمر لا يدير ملايير طبعا طبعا يعني, يعني هي إيه يعني دايما في الحوار في النقاش لا ممكن تأتي ببعض المبالغات المقصود بها توصيل الفكر الفكرة المقصود بها إيه؟ إن النهاردة المغرب فتحة دراعها ليه؟ الاستثمارات, الاستثمارات الاجنبيه في السينما, الاجنبية في السينما. فاحنا من باب اولى بتاريخنا ان احنا نفتح برضو الباب للاستثمارات مش ان احنا ناخد اموال المغرب مش دي خالص يا اخي ده لما لما سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال لك نحن اولى بصيامه على صيام عاشوراء لما قال لك اليهود بيصوموا قال لك نحن اولى بصيامه يعني مساله ايه ان احنا بتاريخنا ليه ما نعملش زي المغرب ونفتح يعني ده بيدي مثل مم. يعني في نظرك لم تكن الغرض لا 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 ما فهمت ممكن تكون فهمت غلط فوه... 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 فهمت غلط كلمة إن أنا ارمي كانت كبيرة اه هي مم. كلمة ارمي متاخده هنا بيقول لك انا 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 رميت فلوسي في البورصه وحققت لي كذا وكذا وكذا يعني كلمة ارمي معناها حطيت يعني معنى وضع بالضروره معنى ب... لا مش معناها يعني. لا مع ملايين عايز اقول لك ملايين الاستثمارات اللي وضعت في المغرب شيل اللي رميت ووضعت واخد بالك ازاي؟ لانهم فاتحين درعتهم وسامحين بالناس تيجي تستثمر <applause> تستثمر عندهم وده شيء ايجابي للمغرب وشيء بيبقى سعيد بيه جدا لما انا اقتد لما احس ان اي دوله بتقتد بمصر انا اسعد لما اجي في النقطه دي ويضرب مثل ويقول ان احنا اولى ولا بد ان نقتد بالمغرب ده بالعكس ده يسعد يسعد شعب المغرب انا بقول انا كمصري بتاريخي يعني انا اولى نعمل اعمل اللي المغرب <applause> فده ما مفوش بالعكس وانت من خلال معرفتك بالرجل اكيد بانه لا ما يقصدش ده خالص هو ان احنا يا جماعه فين؟ احنا ازاي ما فيش عندنا استثمارات؟ احنا قافلين الدنيا ليه؟ لان احنا مانعين مانعين النقابه بتيجي تقول لك لا لازم اخد كذا ومش عارف ايه، بيقول لك لازم افتح لازم افتح عشان تيجي استثمارات في مصر وده شيء آه بالعكس انا احييه لانه ضرب المثل كضرب المغرب آه كمثل في, في 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 منظومه فتح الباب للاستثمارات في السينما ونتمنى انه يكون يتقاسم معك هذه النيه الحسنه الطيبه اللي خديتها من عندك كنتمنى استاذ نعطيك كاسه ديال الصور وفي كل مره نخلي لك أه تعليق نشوف الصوره الاولى عبد الرحمن ابو زهره ده سلام ده ده المعلم المعلم عبد الرحمن ابو زهره ده, ده يعني ده عنده تعلم الصبر الشديد جدا من صغره وهو بيمارس اليوجا فممكن تتركه مثلا في في البلاتو بدون تصوير بالساعات يقعد عامل كده لانه بيمارس يوجا وانا سعيد أنا, انا اخر مره اشتغلنا مع بعض اشتغلنا معاه في فيلم قصير, قصير. كنت تعاونت بيه مع طالبه كانت من اكاديميه رأفة الميه الله يرحمه كانت بتعمل مشروع وقلت لها انا تحت امرك جرس يرن وعلى قد سمع اه جرس وعلى قد ما انا يعني على قد ما الواحد دايما بيذكر بيذكرها بالخير على قد ما بيصب حاله شجن لان هذه المخرجه الشابه الطفله كانت بتحلم وعملت حلقه عملت فيلم قصير جميل جدا اسمه الجرس يرن كما لو كانت بتكتب حكايتها لانها ما كملتش ما حصلتش عمرها ال 30 سنه وتوفت وفوجئنا بوفاتها وكما لو كانت عملت الموضوع لانه فتحوا لها قاعد يضربوا الجرس فلقوها نفس موضوع الفيلم اللي هي اخرجته قبلها بسنه بس فانا سعيد طبعا ان انا كنت مع احوال الفنيه استاذ آه لا لا ده زي الفل ده ما, ما شاء الله الله اكبر عليه يعني محافظ على نفسه لانه يعني بيمارس رياضه ال هذا هذا واحد من هذا واحد من النجوم اللي رغم انه يكون آه. يحضر في كل الافلام وفي الصداره تمام. نصفقوا عليه لكن طبعًا اسماء اخرى راه طبعا شوف. طبعا هتلاقي اجيال بتسقف لها برضه كل كل واحد له جيل وله اللي اللي بيسقف لعمرو دياب النهارده ما بيسقفش لعبد الوهاب مثلا <poco> ممكن ما نقدرش ما نقدرش نصادر على اذواق اجيال لا هي ماشي مصادره لكن فقط ضد التبخيص احيانا هذا انت فهمت قصدي استاذ يعني مصادره <applause> <م>. ابدا لكن <applause> يعني الـ آه. الـ كل مقام عنده انا والدي عنده كان بيقعد يقول لي ايه اللي انتم بتسمعوه ده علي عبد الحليم حافظ ازاي تقعدوا تسمعوا ده ده كذا وكذا وكذا ازاي فين صالح عبد الحي بالكثير قوي الشاب محمد عبده واخد بالك؟ وإحنا لما جينا إزاي تسمعوا الأجيال اللي بعدها يعني, يعني كل جيل وله جمهوره وله ناسه ذوقه آه لا لا أدواق أدواق لا تناقش فقط الكفاءة هي اللي فيها الثابت يعني القواعد إذا كان في قواعد بيتم الانتقاص بالنسبة للكفاءة فيها الثابت اللي أكيد كان ولا زال وسيبقى أكيد أه نشوفوا الاسم الثاني يا أستاذ طبعاً خوخة <applause> خير عامل عملية فيكتوري يعني ما شاء الله مناضل <applause> خير بشارة هذا المخرج خير مخرج بشارة مخرج لعنة كارما <applause> هو طبعا عمل اللي أعمال, يعني ضخمة <applause> هو اللي جداً أدار هيفا ونجحت <applause> <هتزو تصفيق> و... وأنا سعيد جدا 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 إن إن إحنا جايين بصحبة بعض المغرب المغرب هنا كان, ل... كان على فكرة رئيس ل... لجنة ل... التحكيم هو رئيس لجنة التحكيم في مهرجان مسلسلات مكناس رئيس الدراما التلفزية في مهرجان مكناس للدراما التلفزيه فانا كنت سعيد جدا بمصاحبته لهذا المهرجان وسبته وجيت على هنا هو هو اخر مزاج فرحان قوي قوي بمكناس وباهل المغرب هناك واحنا رحبنا بك طبعا طبعا ما انا والا ما كنتش جيت لا مرحبا بك استاذ نشوف الاسم الثالث الله يرحمها طبعا مدام ناديه فهمي فنانه قديره عظيمه مشوار من العطاء كبير جدا وانا بتشرف انها يعني ام كانت ام بناتي و ويمكن احنا منفصلين عن بعض كزوجين من 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 اكتر من 23 سنه او 25 سنه لكن لم ننفصل ابدا ك كواحد معجب بفنها وك وكام البناتي طبعا و و والله أرحمها يعني, ب ب يعني انا 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 بتشرف ان ربنا اداني الفرصه ان في الفتره الاخيره من مرضها قريب. اه تكون عندي في في البيت في المنزل مع بناتها مع كله يعني محوطنها وده كان شرف كبير وعطاء من ربنا ليا علشان ارد لها جزء بسيط جدا جدا من الدور اللي قامت بيه ناحيه بناتها وتربيتهم وناحيه فنها طبعا بالتاكيد ورحلت في هدوء رحلت في هدوء الحمد لله ولكن لا مصر كلها اهتزت في رحلها الحقيقه يعني وكل التعليقات انها افتقدت يعني فنانه قديره كبيره وحتى اللي جم المعزين كانوا من كل شرايح مصر يعني أه الله يرحم ناديه فهمي و استاذ قبل مر, مر يعني تاخذ هديه البرنامج اللي انت نشوفوا ان كاريكاتور للاستاذ خالد شرادي وليت نسميه استاذ <applause> <سكل> شوفوا كاريكاتور سي خالد شرادي اللي يخصك به مثل كل الضيوف وليك تعليق <تصفيق> <تصفيق> آه لا انا يعني يعني انا ممكن هحتفظ بيه يعني ممكن ابقى طب اخد طبعا ممكن تحتفظ بيه اه طبعا لا ده يعني ريشه ريشه عظيمه جدا و وبيقول ان يعني الناس ناس كتير عايزه تتفك من القيود اللي النقابه حطها عليها بس انا بتقول ان النقابه يفك نفسه من قيود النقابه لا النقابه بالحقيقه ما هياش ما كانتش قيد ابدا لكنها بتتيح الفرصه لخدمه زملائك وبتخدمهم وانت سعيد لكن ف... انا انتقيت لما كنت في النقابه والان أه. نحس بك شويه يعني حتى في طريقه كلامك يعني تحس بانه كما لو انك تحررت نسبيا لان هي مسؤوليه في اول واخر وقت بالتاكيد بالتاكيد انت لا انت يعني الكاريكاتور م... م... اه لا اصل انت لما بتبقى مهموم م. بمسؤوليه بالتاكيد ده بينعكس عليك انت مهموم بمسؤوليه وعايز تأديه على اكمل وجه لكن ده مش معناه ان انا تحررت منها ب... ب... يعني ب لان انا مستاء من ده انا ما تحررتش لان انا مستاء لكن تحررت الاسباب اخرى غير الاستياء وانا في خدمه زملائي. اللي العطاء دي له متعه آه ما, ما يعرفش قيمتها الا إيه اللي متعود على ال وممكن مستقبلا اذا اذا طلبوا منك العوده اذا احتاجوك ممكن نردوا السلسله نرجع يرجع السلاسل زي ما كانت بس استاذ استاذ سامح شكرا لك على حضور ام شرفتينا بحضورك وبكل صراحة كيف ما قلت علاقتي بشخصياتك كانت علاقة شرحتها اليوم في التقديم في بدايات كانت فيها شيء من توجس شخصيات فقط لكن فيما بعد تأكدت بأن الرجل كان فقط يتقل الاشتغال على شخصياته لذلك تغيرت هذه النظرة ستتغير طبعا بعد هذا اللقاء اللي فيه كثير من مصارحة طبعا يشرفني أنه مثل كل الضيوف انا نسلمك قبعه الاف بي ام ما شاء الله اللي 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 غتمشي معك حتى لمصر انا سعيد بك كده اقدر اقول ان بلال لبسني العمه <تصفيق> 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 لا يعني هو يقول لبسها كده ممكن الشباب ممكن دم. اقدم انا البرنامج مكان تفضل <applause> تفضل دام العطاء وشكرا جزيلا وبالتوفيق في مستقبل اعمالك انا متشكر جدا جدا انك انت في البرنامج ده اتيحت لي الفرصه ان انا اقابل اكبر كم من شعب المغرب العظيم واتمنى انه يكون استمتع بالحلقه زي استمتعوا بكل حلقاتك اللي انت بتقدمها الله يبارك فيك شكرا شكرا جزيلا استاذ سامح شكرا الى الملتقى el marido.